طب انا معايا اتصال من ليلى. الو، اهلا يا ليلى، اتفضلي انا كان عندي مشكله وكنت عايزه فضيله الشيخ يقول لي حلها. اتفضلي. انا عندي جوزي يعني على طول بيخوني مع يا الشغاله، ساتر مثلا ما بجيبها البيت او كده، يا ساتر. وهو اللي بيقول. يعني انا بحس بالموضوع ولما بواجهه او حاجه بينكر في الاول، وبعد كده لما بعمل مشكله وكده بيرجع ويقول حصل كده وانا مش هعمل كده تاني ودي اخر مره، وبيبقى فيه اعداد طبعا بين اهلي واهله. ده ايه يعني و كل شغالة تجيبيها يحصل كده؟ يعتبر يعني فتره مثلا انا بجيب مثلا مصريه ممكن يحصل معاها كده، اقعد فتره ما اجيبش حد، بعد كده اجيب حد تاني مثلا حد كبير، فطبعا ما بيحصلش حاجه. يعني كل فترات متباعده، يعني مش شرط كل واحده، بس بيبقى حسب. يعني وهو انا عايز اسال سؤال بس، خيانه كامله بالمعنى المفهوم؟ بيتحرش بيها يعني لا، بيضايقها. خيانه كامله. طب ايه صبر. اللي عرفك؟ هو بيقول يعني اخر موقف مثلا، اخر شغاله كانت موجوده كانت معانا بقالها 6 شهور، فانا حسيت ان في حاجات كده، يعني حسيت ان في حاجه مش طبيعيه. وبعدين انا حلمت حلم ان هي بتسرقني وبتحاول تخنقني، يعني قمت من الحلم ده مخنوقه قوي. فقلت لا، هو كده ده دليل من ربنا ان في حاجه مش كويسه. انا كنت برضو ساعات بحلم باحلام معينه وفعلا بلاقيها فعلا حقيقه. يعني فأول ما تروحي تقولي له يعترف؟ لا، ما بيعترفش، بينكر. يعني اخر موقف لما انا حلمت الحلم ده قلت انا همشيها، وعملت مشكله كبيره وقلت له لا انا عايزه اتطلق، انا مش عايزه اعيش طب معاه. ما يمكن يا بنتي، يعني انت متأكدة ان هو عمل معاها حاجة؟ ما يمكن ما ما هو عملش. قال لي، ما هو هكمل بقى، انا هكمل اللي اه حصل. قولي. فقال لي لا، انا ما حصلش اي حاجه، انا ما عملتش اي حاجه ومش عارفه ايه، وانا صدقته. ووالدي قال لي لو اتكررت الخيانه او اي حاجه خلاص ما تعيشيش معاه تاني. وهي مشيت خلاص. فانا كان عندي مشكله مع ابني في المدرسه، مشكله بينه وبين واحد صاحبه كانت كبيره جدا يعني، واضطرينا ان احنا نجيب اخصائي نفساني نروح له ونتكلم معاه عشان الولد. وهو بيتكلم معاه قال له ده فلانه مستعده ترجع وتشتغل ببلاش بس مقابل كذا، وده هي مش يعني كلام كده. يعني انا سمعت الكلام ده وحسيت ان انا كاني، ابنك هو اللي بيقول؟ لا هو مش فاهم. قاعد، ايه الاب والام بيقعدوا مع الاخصائي عشان خاطر يعرف مشكله الولد. فاحنا بنحكي معاه، فانا قلت له ده هو بيعمل كذا وكذا وانا كذا بتضايق ومش عارفه، انا بحكي له يعني ان في حاجات مضايقاني، يعني قلت فرصه. فهو قام رد عليه واعترف بنفسه ان هو يعني ان هو خاني معاها، مع اللي انا الشك، يعني انا كنت شاكه. يعني هو اعترف فلما قدام الأخصائي. اعترف قدامه، اعترف وقال ان هي يعني قال كل حاجه. انا سمعت الكلام دوت طبعا جات لي صدمه. فطبعا انا كان الموضوع مشكله بنتي وكده، فانا قلت اسافر يومين ثلاثه اغير جو ابعد يعني وافكر. فخدت اختي وسافرت في مكان 3 ايام. في اخر يوم وانا راجعه من السفر ابني نتيجته ظهرت. فالولد اللي هو معاه المشكله ده شال مادتين، فمسك الولد قبل ده. هو اصلا ساعات بيشرب خمره وكده، وفي واحد صاحبه بيجيب له الحاجات دي. فانا كلمت صاحبه قبل ما وانا انفخه، قلت له من فضلك الولاد قاعدين معاه لوحده، اوعى تجيب له حاجه عشان خاطر هو لما بيشرب ممكن يفقد اعصابه، هو بيجي له كهرباء زياده في المخ فممكن يتعب او حاجه، وانا مش موجوده وانا محتاجه افصل شويه عشان وبعدين اعرف اعمل ايه في حياتي. فايه المهم فلما عرف نتيجه الولد، مسك الولد ضربه ضرب مبرح، جاب له الاول كدمه في الشبكيه، وبعد كده عملنا عنده ارتشاح في الشبكيه. الكلام ده بقى له بالظبط 6 ايام، واتخيط 7 غرز يا ساتر. وجاله كسر في ايده. وطبعا شاشه التلفزيون ابنك عنده كام سنة؟ عنده 14 سنه ونص، ثالثه عليه. وهو كان شارب ساعتها وهو بيضربه؟ اكيد ما هو مش هيضربه الضرب اللي يوصل للغرز ده حاجة تانية بقى خالص، ده غير احنا موضوع سؤالنا ايه؟ الخيانة احنا ده، احنا سؤالنا دخلنا في ليلة تانية. ها فايه؟ غير موضوع الخيانه. الولد طبعا دلوقتي مش شايف بعينيه، احنا لا لسه بقى حول ولا قوة يعني إلا حاليا بالله، الولد مش شايف بعينيه. لا حول وطبعا ولا لما حصل كده انا كلمت والدي قلت له هو ما ينفعش يقعد في البيت، هو لو سمحت يسيب البيت، لان انا عندي ولادي يعني عندهم امتحانات الاسبوع الجاي كمان طيب 10 ايام. ايه سؤالك؟ قوليلي. انا طالبه الطلاق، يعني عايزه اتطلق وعايزه اعرف يعني هو ده الحل؟ يعني انا طب انا عايز يعني اسال سؤال يا فندم قبل ما تقفلي، ممكن؟ اتفضل اتفضل هو اسال. اعزكم الله كان الخيانه بتتم ازاي وامتى؟ انا عايز افهم، يعني في بيختلي البيت، بيها امتى؟ في البيت انت بتسيب البيت يعني وتمشي؟
اه انا بشتغل كتير يعني، ببقى بره البيت طب كتير. ما انت كده انت غلطانه برضه، معلش هنتكلم بعد ما تقفلي بقى. لا يعني هي الست في لا هو الشغل غلطان مليون غلط، هو من اللي يعني، غلطان انا دلوقتي يا بصور من استاذ الصبح هو لليل. غلطان، غلطان مليون هيتقال ان غلط، الست غلطان بتشتغل. مليون غلط. ايوه هي بس الست اقول لحضرتك على بتشتغل. حاجه، ما هو ما هو برضو بيدينا 4000 في الشهر، واحنا مصاريفنا كتير، فانا انا اللي بدخل ولاد المدارس، طب هما بدل اللي ما بديهم. تشتغلي ما تقومي بشغل بيتك احسن. لا ثواني بس يا فضيله الشيخ، بتقول لك هو بيديهم 4000 والولاد في مدارس، انت اللي بتدفعي مصاريف المدارس؟ اه انا اللي بدفع مصاريف وهو المدارس مثلا وكده. هل يعني مش هي مبرر. هو يعني هو مثلا لما تقعد هيبقى لا هو يعني كان يا بيخوني فندم قبل ما احنا اشتغل. نتقي انا عايزه اقول هيبقى لحضرتك قالت على حاجه، لحضرتك قولي. اه انا بقالي 2 سنين في الشغل ده، قبل كده انا كنت اصلا قاعده في البيت، هو بيخوني من اول يوم من وانا حامل في ولادي، يعني من اول ما اتجوزنا خالص اصلا ملهاش هو علاقة. كان بيخوني. يعني الموضوع ده مش مثلا عشان انا اشتغلت اخر وانت معاه سنتين، بقالك لا كام سنة بقى كده؟ انا بقالي 16 سنه طب متجوزه ايه اللي من اخر مسكتك بقى على موضوع الخيانة طالما هو خانك من أول يوم في الحمل وأول جواز؟ سكت لحد 16 سنة ليه؟ ما انا في الاول قلت عشان خاطر الولاد، وبعد كده عشان خاطر خلفت، طب عشان خاطر الولاد ما يتشردوا. ما كل ما باجي ابقى عايزه اسيبه الاهل بيتدخلوا. انا والدي رافض الطلاق نهائي، أهي دي يعني مشكلة. رافض ان انا اتطلق. أهي دي مشكلة فكل مجتمعنا شويه يقول لي عشان الظالم خاطر للست. ولادك، عشان عشان خاطر خاطرهم ولادك. ايه؟ كل ما ما مش عارف ده فتح عين الواد ده، الواد ما بقاش يشوف بعينه، عشان خاطر ده انت ولادك تسيبيه يجرالهم ايه عشان خاطر، انيل من كده؟ ده انت تسيبيه عشان خاطر العيال، مش تخليكي معاه عشان خاطر استغفر العيال. الله العظيم يا طب رب. خلينا طيب نقوم. طيب يا ليلى، حاضر هنرد عليكي بس بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. طيب احنا امام يعني رجل ما بيتقيش ربنا في نفسه مبدئيا الاول، نعم ما بيتقيش ربنا في مراته، ما نعم بيتقيش ربنا في عياله، تمام. ضرب الواد الصغير وخلاص بوظ له الشبكيه، الواد ما بقاش يشوف. كل ده من ايه؟ من شرب الخمره، مش حاسس بنفسه، باي شغاله بتيجي بيتعامل معاه. هاجي دلوقتي انا بس بسال حضرتك، الغلط على مين؟ هل اي ست بتشتغل تلام على انها بتشتغل فجوزها بيعمل، ولا هيبقى اشرح لي كده بص يا هيتعمل فندم، صل على الحبيب. عليه افضل الصلاه والسلام. اولا هتتفاجئ لما اقول لك حاجه وبالراحه عليها يا سيد عمر، بالراحه الله يصلح حالك بالراحه. اولا يا فندم، اول لقطه من الامور المهمه جدا ان المجتمع بزعل جدا لما يقولوا ما عندناش طلاق، وانا على الهوا ما بشجعش على الطلاق، ده مش هنقوله خراب، ده دمار للاسره، بس احيانا بيبقى الطلاق هو الحل الاوحد. فمش عايز اسمع اب يقول لبنته بعد ما ما عندناش اتدمرت زي طلاق. دي، بعد ما اتدمرت زي دي وتهانت وتزلت وبتشتغل وزوجها قاعد في البيت يشرب ويسكر، وابوها يقول لها ما عندناش طلاق، لا يا فندم معلش انا بعتذر، لا ده انا اجي بنفسي لو الامور دي صادقه، سمعنا من طرف واحد ما سمعناش الطرف الثاني، لا انا اطلقها بنفسي واقول حلال الطلاق في الامور دي، واللي احل الطلاق هو اللي احل الزواج. تلك واحده. الامر الثاني، بنادي على كل راجل ونقلب الايه كده يا استاذ دعاء معايا اعزكم الله، لو انت اللي اكتشفت خيانه مراتك هيبقى الحال ايه؟ لا ده احنا دي ليه حاجة، مجتمع لا ظالم يا فندم في الحته دي بالذات؟ حاجة غير مقبولة عارفه الواحد طبعا. لو خان يقول لك ده راجل، شوف شوف المصيبه. وسايبها بص يعني، سايبها معاه يقول لك وهو ايه، بيخون. وممكن مراته ملكه جمال يقول لك إيه؟ يا عم ده راجل ما يتعيبش. طب لو الواحده بقى وقفت بس مع واحد، لا والدنيا خير. الله يا اخي، هو ربنا سبحانه وتعالى لم يميز بين الذكر والانثى غير في المواريث، في الاخوه والاخوات بس، انما قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، برضو اللي عمل سيء ذكر او انثى هيحاسب. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا بحيي الست الشغاله وربنا يديك الصحه، اللي هي العامله يعني اللي هي بتحكي صاحبه القصه، واي ست في الدنيا بتشتغل كتر خيرك وربنا يعينك، بس انا بنادي على الستات تشتغلي ليه؟ اسمع معلش بالراحه علي، اشتغلي وربنا يعينك ويقويك، بس زوجك مطالب امام الله وامام القانون بالانفاق عليك من الالف الى الياء. امال هو عامل زي السيد ليه؟ هو ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، فانت اشتغلي ما فيش ادنى مشكله، بس ما تبقاش تضطر للشغل وتتهاني وتتذلي وتقولي بشتغل. دي واحده. الثانيه، ده كلام مش واقعي يا فضيله الشيخ، مش واقعي. انا مش بنهي عن عمل المراه يا فندم، بتشتغل المراه، لا يعني بس انا بنهي على انا ايه؟ على مش ناس حكايه نهي، او ما هي اللي بتشتغل تقول لك مش انا رفاهيه، مسلوله مش وبصرف، رفاهيه تصرفي على يعني. اولادك ليه؟ هو يعني ما صرفش، ما ينفعش يبقى جوز. لا بص لا بس معلش، هي بتقول لك ايه دلوقتي؟ المصاريف كترت وكده، وهو بيدي مثلا او مقدرته في الصرف طب صغيره، بيشرب وهي خمره دي منين؟ اهو بيشرب طب خمره منين؟ وابوه اللي صحيح. ابوه اللي ما ابوه يديله وينفق ويساعده بدل ما مراته تتبهدل بره. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا كنت بقول قبل الفاصل الاستاذ شخطت فيها في الحته دي، لا فانت لا تقول لي ما شخطتش، على لا العفو زعلت العفو يعني ايه؟ العفو، ان هي ده اتنرفزتي. هي اللي غلطانه عشان هي بره في انا مش الشغل. بقول هي الغلطانه الوحيده، لا بقول هي مسؤوله في قضيه الغلط. مسؤوله في قضيه الغلط ازاي يعني؟ يعني الصح الشغاله ما تبقاش موجوده وانت غايبه،
هاتيها وانت موجوده، بس برضه ممكن يرد عليه ويقول ده ممكن هو يجيب واحده تانية، واحده تانية يجيب بقى، بس انا اعمل اللي عليا. انا من باب خذوا حذركم، مش هسيب الشغاله مع جوزي. اصل مش طفل النبي يا فندم، فطره الانسان بيتكلم عليها، هو مش طفل. ما خلى رجل يعني مش هسيب مع ابني حد علشان ابني، ما خلى انما راجل هعمل له ايه؟ ده اصعب بقى. الراجل ما خلى رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالث هو. يتقال له بقى الكلام ده، امر بقوله هو. ويتقال لي برضه الست ما تسيبيش جوزك مع حد برضه، هاتيها وانت موجوده. هو جاب بقى في غيابك وخانك، يبقى الخيانه هو ربنا يحاسبه. وعايز اقول لكل راجل بيخون، الزنا دين وسيرد منك ومن اهل بيتك، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. وكل شيء المراه تصبر عليه الا الخيانه. يا بنت الحلال ابعتوا حكما من اهله وحكما من اهلك، ولو ما تعدلش. وسيدنا النبي قال الخمر ام الخبائث، ضرب بوظ عين ابنك النهارده هيبوظ عينك انت بكره، وممكن يقتلك وممكن يضربك يحدفك من البلكونه. لا اتق الله، يعني ما تسيبيش نفسك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. بس انا ساعات يعني استغرب فكره انه ايه، ما تسمعوش كلام حد، اوعي تتطلقي، اوعي تتطلقي. لا بصراحه لا. هو يا جماعه الكلام ده يعني حضرتك قلت يعني كلمه صحيحه، اللي حلل الزواج هو اللي حلل الطلاق. والطلاق اذا ما جاش في هذه الحاله الصعبه، ان انا ابوظ عين ابني واخون مراتي ومش عارفه اعمل ايه، امال هتتطلق امتى؟ واضرب ومصرفش، امال هتتطلق امتى يا جماعه؟ حصلت معايا يا فندم، اقول طلق، ابوها يقول لا عليها كذا وكذا ما تتطلق، وترجع تاني يوم يقول لي البنت موتت نفسها. انا بقول لك على هتتفاجئ وانا بقول اهو. طب انا اروح بقى اعرض الست تموت نفسها وتدمر نفسها، ولا انا اعالج؟ امال ربنا خلق الطلاق ليه؟ وديننا الاسلامي ده الطلاق اكرم شيء للمراه. طيب. الطلاق مش اهانه. يبقى بمنتهى الاريحيه اطلقي يا حبيبتي، طلقي وقولي لبابا ان شاء الله المقطع ده ينزل وتوريه لباباكي، لانه ده ظلم بين. انا بشكر حضرتك فضيله الشيخ احمد الصباغ، عندنا فاصل قصير ونعود.